اقف عندك، اقف عندك يا حرامي، اوعى تتحرك من هنا. اخيرا قفشتك يا حرامي. مفكر ان انت هتهرب ولا ايه؟ يا نهار ابيض عليا، هو انا ملحقتي شفلت ولا ايه؟ انا ايه اللي جرالي؟ بقيت بطيء كده ليه؟ لازم انا اخف شويه في الاكل. اقف فين هو يا حرامي وبطل كلام، يلا قدامي على السجن. يا نهار ابيض، يا هروح على السجن ولا ايه؟ ايه ده ايه ده، الحق يا فلافيلو الحق، في هناك حرامي اهو، تعالى نروح نشوفه بسرعه. يلا يلا يا اردون، يلا يلا. ايه ده يا عم الشرطي، هو انت مسكت الحرامي ده ولا ايه؟ ايوه ايوه طبعا يا حبيبي، الحرامي ده ما قدرش يفلت مني. انت ما تعرفش انا الشرطي مين ولا ايه؟ ايوه ايوه يا عم الشرطي، برافو عليك، هو ازاي يسرق كده؟ ما يقول لمامته تديله مصروف عشان ما يسرقش حاجه الناس. انت ولا منك ليه يلا، هو انت بتتريقوا عليا؟ حاضر، طب اصبروا عليا لما اهرب من السجن، والله لا اقولكوا واسرق بيوكوا كمان. اسكت خلاص يا حرامي. يلا حبايبي روحوا انتوا على بيتكوا يلا، وانا هاخد الحرامي ده وهوديه على السجن على طول. ماشي ماشي يا عمو، احنا فرحانين قوي اللي احنا شفنا الحرامي وانت بتمسكه. ايمن في عربيه جايه اهي، المركب فيها بسرعه يا فكيك. الحق الحق يا عمو، الحرامي الحرامي مشي يا عمو بسرعه. يا نهار ابيض يا حبايبي، يلا انا همشي بسرعه اما الحقه. يا نهار ابيض، خد حرامي، خد الحرامي ابن الذين هرب، اروح ادور عليه بسرعه، اروح ادور عليه. يا بسرعه يا عمو، روح الحقه، ده شكله حرامي ذكي خالص. انا اروح فين انا بقى دلوقتي؟ زمان الشرطة بتدور عليا في كل مكان، اروح فين واجي منين؟ انا مش لاقي اي حتة استخبى فيها. يا نهار ابيض عليا، يا نهار ابيض. يا ماما ماما، انا جعان قوي يا ماما، عايز اكل، جعان قوي يا ماما، خلصت الاكل ولا لسه؟ لسه يا سيمبا يا حبيبي لسه، البوتاجاز مش عارف ماله بايظ كده ليه. لسه يا سيمبا، مش عارفه اشغل البوتاجاز خالص، البوتاجاز معرفش ماله كده. يعني ايه يا ماما، يعني مش هناكل النهارده ولا ايه؟ انا جعانه قوي قوي قوي. يا سيمبا طيب اعمل ايه؟ يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا، تعالى شوف لي المشكله دي، البوتاجاز بايظ وانا مش عارفه خالص 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 اللي انا اصلحه، ارجوك تعالى ساعدنا. حاضر حاضر يا ابو سيمبا، بس انت ما عملتلناش اي اكل يعني ولا اي حاجه؟ لا يا ابو سيمبا ما عملتش اي حاجه خالص، بقولك البوتاجاز بايظ من الصبح، حاول كده تصلحه ولا تشوف ماله. حاضر يا ستي، استني ورهوني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ستي انا مش عارف خالص اعمل فيه اي حاجه. طيب اصبري عليا كده، انا جاتلي فكره، انا هتصل بالراجل اللي بيصلح البوتاجازات دلوقتي يجي يصلحه لنا. ثانيه واحده عليا. الو الو، بتاع البوتاجازات، انا البوتاجاز بتاعي بايظ خالص خالص، ممكن تيجي تصلح لي البوتاجاز؟ حاضر حاضر يا فندم، هجي لحضرتك على طول. طب بسرعه، في بيت ابو سيمبا، هو في الغابه، اكيد انت هتعرفه، اسال على اي حد واساله بيت ابو سيمبا، هيدلك على السر على الطريق. حاضر حاضر يا ابو سيمبا، هجيلك حالا. يلا يا سيمبا يا حبيبي، اخرج بقى برضو بره عشان لما بتاع البوتاجازات يجي تجيبه لنا عشان ناكل بقى يا حبيبي. حاضر حاضر يا مام، انا هخرج استناه بره اهو. راح فين بتاع البوتاجازات ده؟ يكونش الراجل اللي واقف هناك ده؟ اكيد هو. انت يا عمو بتاع البوتاجازات انت ولا مين؟ ايوه يا حبيبي، انا بتاع البوتاجازات. يلا تعالى وريني البوتاجاز بتاعكم ما صلحولكم. ايوه يا عمو تعالى تعالى، ده جوه اهو، تعالى يا عمو موريك البوتاجاز. طيب يا حبيبي ماشي، يلا تعالى. هو ده بقى البوتاجاز، يلا تعرف تصلحولنا ولا ايه؟ ايوه ايوه، سيبهولي بس انا كده، وانا ايه، وانا هصلحولك. هقول كده فيه يعني ايه، مش هتعرف تصلحه دلوقتي ولا ايه؟ احنا جعانين قوي. إيه لا لا، ده ياخد مني وقت قوي، اطلب انتوا بس اكل من بره دليفري كده وكلوا بقى ايه، وهطولوا معاكم لحسن، ده انا جعان جدا جدا. ايه يا عم، هو انت جاي تاكل عندنا ولا ايه؟ يا حبيبي جاي اكل عندكم، اصل انا جعان قوي قوي. هاتلي معاك بقى يا ابو سيمبا فراخ كده وبيتزا وكمان كريب. ايه ده كله، انت هتاكل كل الاكل ده لوحدك؟ بس يا سيمبا عيب يا حبيبي، ده ضيف عندنا. حاضر حاضر، انا هجيب لك كل الاكل ده، بس انت بقى خلص كده وصلح لنا البوتاجاز. حاضر حاضر يا ابو سيمبا، ما تقلقش، ده انا هصلح لك البوتاجاز ايه على اتم وجه. ماشي، بقول لك لو سمحت، عايز واحد بيتزا وعايز فراخ وعايز كريب، وهات لنا بقى ايه شويه سلطات كده. حاضر 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 يا ابو سيمبا، اتفضل الاكل اهو يا ابو سيمبا كله. متشكر ليك، اتفضل الفلوس اهي. ايه يا عمو، اقف مكانك اقف مكانك، ارفع ايدك فوق ارفع ايدك فوق، انا البوليس. ايه ده خضتني يا ابني، ده انا بحسبك بوليس بجد جداني. طب ايه رايك يا سيمبا نلعب لعبه انا وانت؟ لعبه ايه يا عمو؟
هنلعب لعبة الحرامية، هبقى أنا حرامي وأنت كمان حرامي، وإيه ونروح نسرق بقى البيت بتاعك ده يا حبيبي. يلا قولي بقى فين الخزنة بتاعتكو. حاضر حاضر يا عمو، تعالى وأنا هوريك الخزنة بتاعتنا فين. تعالى يلا يا حبيبي، تعالى معايا يلا. هي هنا كده يا عمو، فوق عند ماما فوق، هتلاقي الخزنة بتاعتها فوق على طول. طب يلا يلا، انا بقى ايه هقول لمامتك اللي هي تفتح لنا الخزنة واحنا الحراميين. يلا بينا. ازيك يا ابو سيمبا، عامل ايه؟ ما شفتش حرامي معدي من هنا ولا من هنا. لا لا لا، حرامي ايه، حرامي ايه اللي معدي؟ انا ما شفتش حاجه خالص، انا رايح بقى عشان البوتاجاز بتاعي بايظ ومستني الراجل يصلح لي البوتاجاز. ماشي ماشي يا ابو سيمبا ماشي. لو سمحت، هو فين بيت ابو سيمبا؟ عشان انا الراجل بتاع البوتاجازات اللي هصلح له البوتاجاز. ايه ده، هم مين اللي عندي في البيت؟ تشكله الحرامي ولا ايه؟ والله لا اروح له دلوقتي واطير عيشته. بسرعه معايا يا شرطي، بسرعه معايا. بقى انت بقى الحرامي، اقف عندك يا حرامي. ايه ده، انا كنت بلعب مع سيمبا لعبة الحرامي. ايه ده، لا مش كده يا سيمبا. يا ماما، هو ده حرامي يا بابا ولا ايه؟ ده حرامي. ايوه يا حبيبي يا سيمبا، وكان عايز يسرقنا كمان. الحمد لله اللي انت بخير، الحمد لله اللي انت بخير يا سيمبا. الحمد لله يا بابا، انا كنت خايف منه قوي قوي. الحمد لله ان انت جيت وانقذتنا. قدامي قدامي، يلا حرامي على السجن، يلا حرامي على السجن. هو انا كل مره كده اتحبس ولا ايه؟ مفيش مره قفلت. يلا قدامي. ايه يا سيمبا، ايه يا سيمبا مالك؟ ايه ده، احنا سمعنا اللي كان في حرامي عندكم. انت كويس كويس يا سيمبا؟ اعمل ايه يا سيمبا، احنا قلقانين عليك قوي. هو الحرامي الوحش ده جه عندكم ولا ايه؟ ايوه ايوه يا اصحابي، الحمد لله، بس بابا جه انقذني في الوقت المناسب. الحرامي يا اصحابي كان هيخطفني، انا كنت خايف قوي قوي منه. الحمد لله يا سيمبا، مش تخلي بالك، مش تتاكد الاول اللي هو ده الشخص اللي انتوا عايزينه اللي هيصلح لكم البوتاجاز، مش تتاكد الاول يا سيمبا. ايوه ايوه ايوه، انا كنت غلطان، لازم أنا الاول اتاكد واخلي بابا وماما الاول يشوفوه ويتاكدوا اللي هو مش ده الحرامي. الحمد لله اللي هي عدت على خير. الحمد لله يا سيمبا، الحمد لله. وهو دلوقتي راح فين بقى؟ عمو الشرطي مسكه وقال له يلا على السجن على طول، ووداه بسرعه على السجن عشان ياخد عقابه وجزائه. احسن احسن، انا مش بحب الحراميين، دول اشرار خالص وعايزين يسرقوا من عندنا كل حاجه يا سيمبا. ايوه ايوه فعلا، الحمد لله اللي هي عدت على كده. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. ما تنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تدوسوا اللايك اللي صباعه مرفوع لفوق، وكمان تدوس على زر الاشتراك الاحمر عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. مع السلامه، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.